وقع لي واحد الحادثة وخوكم هو الحيد الآن كتشوفه مشالو يدو الحمد لله راني ناشوط وضحك فهمتي كنقول له الحمد لله كنحس براسي بحالي عندي يدي. اسم ديالي الغبزوري شاكر، انا ولد منطقة الحسيمة وجيت نستقر هنايا في مدينة شاطئ بادس، كنكلف هنايا واحد الديور ديال الكرا واحد العائلة ديالي. القصة ديالي هاد العام اللي فات في شهر 9 درت لاكسيدا وخوكم هو اللي حيدي الان كتشوفو مشالو يدو فهمتي. فوقاش وقعت لي هاد الحادثة بالليل صافي في واحد الفراج تقلبنا تما في هذيك الحادثة. نوت معايا صاحبي فوقاش شفت يدي مشى تما وزيتو بجد الاخر باش تما هذيك بلاصة فين وقعت الحادثة ما تماش الريزو كاع باش نعيطو على الاسعاف. ضربت 2 كيلومتر على رجلين ديالي باش نوصل لشاطئ بادس. زيت يدي الاخر اللي مشى ليا زيتو في يد الاخر وجيت كنجري. هاد الشيء اللي وقع ليا ما غاديش تيقوا، دابا كنقولها لكم صحابكم خيالي هذا بحال الفيلم. فوقاش درت هذاك لاكسيدا فهمتي. زيت يدي وجيت لهنايا كنجري صافي وصلت للبحر لامارين، كتعرفوا لامارين ديال مع البحر. وصلت عندهم قلت لهم اخوكم اللي كان عيطوا على الاسعاف. الاسعاف شي 3 سوايع عاد وصلت من الحسيمه باش تجي لبادس راه بزاف 3 سوايع. كانوا بغاو يرجعوا لي يدي 2 عمليات وما نجحوش حيت تعطلوا عليا فوقاش وصلت الاسعاف تما فين ما كتبش. المهم الحمد لله رجعت بصحتي. دابا كيفاش كتشوفوني فوقاش كنت في الاول دابا دوبليت الحمد لله راني ناشوط وضحك فهمتي. كنقول لها الحمد لله حيت فوقاش كنت بجوج اليدين كنت عادي بحالكم بحالي ولا اني واحد العقليه فهمتي نشط مع راسو عادي ولا اني فوقاش تحيد لي دابا دوبلت من هذاك الشيء فهمتي. بحالي عندي يدي انا كنحس براسي بحالي عندي يدي. نسيت يدي مش واخا مشى ليا يدي خصو بنادم ما يفكرش في يدو باش ينقص من صحته ويمرض مع راسو خصو هذا الشيء ديال المكتب. كنعرف الناس مساكن مشى لهم رجلين ويدين ومشلين لا الحمد لله بنادم يطلب الحمد لله خصو ما يفكرش في هذاك الشيء اللي وقع له. لا هذا الشيء مكتوب عند الله ايات مستمره الموت راهي في يد الله تيلي الله ما قال لك ما كانش الموت ما كاين والو فهمتوني. المهم الحمد لله الحياه راني دابا حي راه الموت شفتها وفيقت الموت شفتها ولا اني كنقول فوقاش رجعت لولادي والزوجه ديالي والوالده مازال حيه والواليد كنقول الحمد لله. الله تعالى خلق معاق خلق بنادم ما كيهضرش خلق العينين بزاف اللي فيه الانسان خلق انا براسي خلقني الله تعالى كامل ودابا شوف ومازال شاب واش غتقولوا له عليا دابا ومشى ليا يدي فهمتي. انا كنحس براسي عادي ونشيط جدا جدا دوبلت اللي كانت عندي الكره اللي كنت كنلعبها دابا دوبلت ليها هذيك الكره وكنستمر مع الدراري كنلعب معاهم الكره وكنتهاودوا وكندابزوا بيناتنا كنتبحروا كنخدموا ودابا لحد الان كنخدم ومقيد بواحد اليد نخدم به اي حاجه. خوكم واخا كتشوفوا مشى له يدي ولا اني انا خدام ما غاديش نبقى جالس نقول راه مشى لي يدي ونجلس في الكاشه نقول للمراه ديالي جعتي لي هادي عاوني هادي اجي جف لي ولا زير سخر لي هز البوطه لا ما نقولهاش. اللي كنت كندير في الاول خصني نستمر من هذاك الشيء وندوبل من هذاك الشيء باش ما تبقاش فيها الحال يقول راه الراجل مشى له يدي فهمتي. لا انا ما كيعجبنيش هذاك الشيء انا خصني اللي وقع لي صافي خصني نساه كنفكر ندير اطراف صناعيه ولا اني بغيت ندوز واحد المرحله بلا يد ديالي حيت باش نحس براسي حتى انا بحال الاخرين فهمتيني.
ولا كنشو ولا درت الاطراف الصناعيه دابا غادي تجي لي واحد الحاجه ناقصه بزاف فهمتيني. انا بغيت نبقى هكا شويه باش نحس براسي بان مشى لي يدي عادي بحال اللي كان عندي يدي وبحال اللي ما كانش عندي يدي دابا فهمتيني، باش نمشي مع العالم اللي دابا راني فيه باش نحس براسي انا ناشط جدا وزايد من هذاك الشيء اللي كنت في الاول. والحمد لله الحمد لله.